السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله الناس كلها تكون بخير وفي احسن حال. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم محشي بطريقة حمدي ووفاء في البيت، يا رب بتعجبكم. انا طبعا بصراحة من متابعينهم وبحبهم جدا جدا، وبتمنى وفاء تشوف الفيديو ده. اول مرة طبعا اعمله بالطريقة دي. اول حاجة طبعا جبتها، جبت الفلفل اللي هو الالوان ده، انا عمري في حياتي ما حشيته، فهجرب بقى طبعا الطريقه بتاعه وفاء اللي هي بتحشيه. وعمري برضو ما قطعت في خلطه المحشي فلفل الالوان، فهبدا ان انا طبعا اعمل زي ما هي كانت بتعمل، قطعت فلفل الوان كتير. اول حاجه طبعا هقطع بقى الفلفل اللي هو معاكو مكعبات كده صغيره خالص. اهو قطعت فلفل اصفر واحمر واخضر زي ما انتوا كده شايفين، ومعايا هنا قطع من الدهن اللي هي بتستخدمه برضو، اللي هو في بيت الكلاوي، اللي هو الدهن النظيف. واول مره في حياتي برضو هحشي بصل، عمري في حياتي ما حشيته بصراحه. فالنهارده طبعا هعمله طبعا بطريقه برضو وفاء، انا شفتها وهي بتعلمنا ان احنا ازاي نطلع البصلايه من يعني نفكها من بعضها، فانا هعملها زي ما هي عملتها. طبعا انا من حبي فيها، من حبي طبعا في وفاء، فهعمل نفس الطريقة بتاعتها ان شاء الله. انا كده هفك بصلهم من بعضه، بس اول حاجة طبعا هخرجها هي القلب بتاع البصلاية، وهقطعه كله وهستخدمه في خلطة البصل. طبعا انا ايديا بقى مسمرة كده من تقوير بتنجان، ان انا لسه كنت بقوره. شايفين انا كده خلاص فكيت البصل هم من بعضه زي ما وفاء عملته، وهعمله طبعا زي ما هي كانت عاملاه بالظبط، ان شاء الله يطلع حلو. طبعا من كتر ما حمدي بيشكر في المحشي ده شوق الناس كلها ان هي تاكله. ده القلب بقى بتاع البصلايه، طبعا ده مش هنحشيه ولا حاجه، انا هقطعه بقى حتت في الكبه كده، وهبدا ان انا اعمله في خلطه البصل دي. كده الكوسه هحشيها معاكو، وبرده بصراحه دي اتعلمتها منها برده، انا طول عمري بعرف ان لما احنا يعني بنعمل الكوسه كده من بره بالمقوار كشكل، لكن اول مره كنت اعرف المعلومه دي منها لما قالت ان هي عشان تشرب من الشوربه بتاعه الاكل يعني، وتشرب من خلطه كده المحشي، لان فعلا الكوسه بتبقى دلع شويه هي والفلفل. فطبعا دي معلومه بصراحه اتعلمتها منها، شكرا طبعا ليك يا فوقه. ده بقى الفلفل اللي هو العادي بتاعنا، ده انا كده بقوره، انا بقوره بالطريقه دي لاني مش بحب يكون البق بتاع الفلفلايه واسع يعني، بحب يكون صغنون عشان ما يبقاش كبير كده ويقع منه الرز. لا الطريقه دي جميله قوي وسهله جدا في نفس الوقت، مفيش فيها برضو اي حاجه خالص. بس هو كده خلاص اتقور، تقويره سهل جدا، وبحب اقوره قوي بالسكينه، بيبقى زي ما قلت لكم كده بتبقى صغنونه، وكمان مش بتخرج رز خالص منها. طبعا كده كده احنا اصلا مش بنملى الحاجه قوي. انا اول طبعا مره في حياتي هاكل فلفل الوان محشي، بس طبعا انتوا عارفين منظره بيبقى عامل ازاي عند وفاء، فعجبني قوي فقلت لازم اجربه واعمله معاكم عشان اقول لكم رايي ايه فيه. تقويره طبعا سهل جدا، بيتفتح كده وبتشيل الحته اللي هي البذر ده، وخلاص على كده بيكون اتقور وبتكون نظيفه، بس يا دوبك احنا هنغسلها وخلاص على كده. ودي الفلفلايه الحمراء. طبعا زي ما انتوا عارفين انا زي ما قلت لكم يعني ما جربتش قبل كده ان انا احشي الفلفل الالوان.
كده خلاص الحاجة اهي معايا، اللي هي بتاعت الفلفل، الفلفل والبتنجان والكوسة والحاجة، هغسلها طبعا. انا حطها كده اهي في الحوض، هغسلها كويس بقى. ودي بقى التسبيكة بتاعتنا. انا كل اللي عملت فيها زي وفاء بالظبط، حطيت شوية زيت وحتة الدهن اللي هي بتاعت الكلاوي وفلفل الالوان، وحطيت الطماطم واتسبكت. هبدأ بقى احط البهارات، فلفل، شوية شطة، كزبرة، بابريكا، البهارات السبعة، فلفل اسود، كمون، ملح. هي وفاء ما حطتش نعناع على التسبيكة بتاعتها، فانا هحط دلوقتي شوية نعناع. معلش بقى يا وفاء، لو انتي طبعا شفت الفيديو دوت يا ريت تجربي شوية نعناع، جميل قوي قوي، وبيدي طعم وريحة حلوة جدا للمحشي. انا بصراحة ما قدرتش استغنى عنها خالص، لان دي خطوة اساسية، بحبه جدا جدا، بيدي ريحة فظيعة في المحشي وطعم برضو جميل قوي قوي. فدي الحاجة الوحيدة اللي خلفتها عن طريقة وفاء. بس كده هبدأ بقى، انا طبعا غسلت الرز صفيته، وهبدأ بقى ان انا اضيفه على الخلطة بتاعة المحشي بالطريقة دي كده، وهقلب بقى شوية وهدي كده النار شوية، اسيبه بس دقيقتين كده لحد ما المية دي تنشف خالص منه. ده بقيت الرز اللي كان معايا، لقيت الخلطة كتير فأبدأ ان انا ازود شوية رز. طبعا طبعا يعني ريحته جميلة جدا جدا، و يعني ريحته حلوة بصراحة. فعلا الفلفل فعلا بيدي ريحة جميلة قوي للمحشي. خلاص بقى كده انا هو سبتها شوية، مقطعة بقى الخضرة قطع صغيرة قوي، خضرة مشكلة، بقدونس، كزبرة، شبت، من كل نوع يعني، حزمة، قطعتها كده صغير، حتت صغيرة جدا. هبدأ بقى اضيفها اخر حاجة بتتحط، هي طبعا هضيفها بقى على الرز وهقلب كويس. حطيت بقى الرز بتاعي في المركبة بتاعتي الحلوة دي، ودي نفس الحلة اللي انا كنت بعمل فيها الخلطة، مش هجيب حلة غيرها هحشي فيها. هبدأ بقى اجيب البتنجان بتاعي وهبدأ ان انا احشي فيها الخلطة الجميلة دي. بس طبعا احنا مش بنملى البتنجان قوي، بيكون مهوي كده عشان ما يكونش مكتوم وما يستويش الرز، فبنهوي البتنجان كده شوية ما يبقاش مليان قوي على اخره. هوريكم دلوقتي بنفس الطريقة دي، اهي طريقته سهلة جدا وجميلة بصراحة قوي قوي. خلاص انا كده حشيت كل الكمية اللي عندي ومعايا لحمة. هبدأ ان انا طبعا اسقي بقى المحشي. هو كده خلاص داخل في السوى، وانا كده خلاص غرفت المحشي. واللحمة والله يا حمدي كانت دايبة دايبة زي ما حمدي بيقول عليها، والمحشي فعلا كان جميل جدا جدا جدا. والبتنجان، قصدي سوري، الفلفل الالوان كان حلو قوي 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 فعلا، ليه حق حمدي يتجنن عليه. والبصل فعلا برضو كان جميل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم متنسونوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت كلكم تجربوا فعلا طريقة وفاء في المحشي، طريقتها حلوة جدا جدا، وحمدي ليه حق ان هو يتجنن من طريقة المحشي بتاعتها. ومع السلامة، واشوفكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو جديد.